منك لسه مشترك عندي جديد في القناه في رحله الاقتراب ل 20,000. عايز اقول لك حاجه عزيزي، اكبر هتاف في القناه دي او اكبر فيديو جايب مشاهدات في القناه دي بالصلاه على النبي، الفيديو ده انا ما تعبتش فيه ب2 جنيه ونص. الفيديو ده انا كنت بفكر فيه وانا قاعد على محطه القطر سعادتك في بوش، كنت مستني القطر يجي وكان مؤخر عليا ساعتين، قلت اتكلم على الجزائر في بطوله كاس العرب، واتكلم ان الفرق اللي جت بطوله كاس العرب كانت بتهرج لمؤاخذه لان الجزائر كانت جايه بالفرقه الثالثه. هوب رفعت لقيت الفيديو جاب 100,000، اللي هو مستغرب جدا بصراحه. في ماتشات بقى اتفرج على 90 دقيقه وال 120 دقيقه وضربات الجزاء وحضرتك بيجيب 50 مشاهده بالعافيه، في الحالتين الحمد لله رب العالمين. القصه بالنسبه لي مش قصه مشاهدات ولا قصه ارباح، لان اخوك من يوم ما عمل القناه دي وكان عنده يقين ان هو فقر ونحس غير طبيعي ومش هيكسب 1 دولار من يوتيوب. انا قعدت سنتين ونص ما كسبش دولار واحد بس من يوتيوب، واول ما فتحت بدأت تجيب مبالغ كويسة، وبعد كده لقينا مرة واحدة الحنفية هوبا اتقفلت، اتقفلت عادي يعني مفيش أي مشكلة، أنا ما كنتش عامل حسابي من الأول، ولا كنت عامل حسابي على إن أنا هاجر ورا الدولارات، لأنك لو جريت ورا الدولار بعيد عنك هتقعد تطبل وتنافق والدنيا بالنسبة لك هتروح في حتة بعيدة أوي، هتكبر وهتجيب مشتركين وهتجيب فيوز بس بسم الله ما شاء الله هتفضل تصغر 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 أوي في عين نفسك وفي عين الناس اللي كانت بتتابعك زمان أيام ما تطبلش. فدي كانت مشكلة بالنسبة لي. دلوقتي الكلام على الجزائر بدأ يرفعني جدا، نكمل بقى في نفس الموضوع ونتكلم بقى ونقضيها جمال بالماضي عالمي، الاتحاد الجزائري عالمي، أعمال وسحر عشان المنتخب الجزائري يخسر، كل اللي كان بيحصل في المنتخب الجزائري كان ظلم 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 في كأس الأمم الأفريقية. لا يا باشا أنا اضطريت إن أنا أقول اللي أنا كنت شايفه اللي هو بالصلاة على النبي، القصة كلها كانت أغلبها جوه الملعب، والكلام ده ما عجبش ناس كتير، في ناس كتيرة قوي بدأت تلغي الاشتراكات. هل أنا زعلت؟ بالعكس يا باشا، أنا مش جاي أطبل عشان خاطر ألم مشتركين. أنا لما قررت أفتح القناة دي قررت إن أنا أقول الكلام اللي ما بيتقالش، الكلام اللي بيزعل، يعني أنا من الآخر كده جاي وعارف إن أنا هتشتم، والله جاي عارف إن أنا هتشتم. يعني مثلا أنا مشجع برشلوني، كنت بخبط سعادتك في خوان لابورتو وكنت بقول إن هو كذاب وهجاص ومش هجدد لميسي، الراجل ما جددش لميسي وفعلا ميسي اتباع. كنت بقول ولسه بقول إن موسيماني أبيض فنيا، والكلام ده عمالين نروح ونيجي كل فترة والتانية إن موسيماني أبيض فنيا. كنت بتكلم على ريني فايلر بطريقه ايجابيه لان ريني فايلر بالنسبه لي كان بيقدم كره جميله جدا، عمري في حياتي ما اقتنعت بباتريس كالترون، كنت شايف ان هو بعك وكنت بقول الكلام ده حتى في عز ما كالترون ما كان بيكسب، عشان كده تلاقيني مش محبوب قوي في الاجواء بتاع الاهلي والزمالك لان انا راجل اهلاوي مش مقتنع ان قفشه لعيب فشيخ ولا مقتنع ان الاهلي بيقدم تيكي تاكا مع موسيماني، فده ما بيعجبش اخواننا الاهلاويين. كلام على الزمالك ما بيعجبش اي حد خالص سواء ايجابي او سلبي، كلام على الزمالك ما بيعجبش اي حد خالص بالصلاه على النبي. والكلام على مرتضى، لو اتكلمنا على مرتضى فكره ال 20 واحد هيقول لك لا ده مرتضى درع وسيف، لو اتكلمنا على مرتضى ان هو درع وسيف هيقول لك طب ال 20 واحد واللي بيعمله في الزمالك، فالكلام هنا في مصر متشعب شويه. حتى بطولة كأس العرب اللي القناة دي كبرت فيها سعادتك، قسما بالله ما كنت عارف البطولة دي أساسا بتتلعب إزاي ولا معمولة ليه غير إن قطر عايزة تبيض صورتها علشان خاطر قصة العمال الأجنبية، العمال الأجنبية اللي قطر كانت معمول عليها أفلام وثائقية وكانت بتدين قطر، قلت إن قطر عاملة البطولة دي عشان بالصلاة على النبي تغطي على الفضائح اللي كانت بتحصل، يعني القصة كلها سياسة مش كورة، بس مرة واحدة لقيت القناة هوبا لا لا كبرت بسبب البطولة العربية اللي هو عاش قطر، اعملي البطولة دي كل يوم. بس القناة لما كبرت هل الدنيا اتغيرت؟ طبعا الدنيا اتغيرت، بعد ما كنت بقول اي كلام ومحدش بيسمعني دلوقتي الكلام بقى بالميزان سعادتك، وبالذات لما تتكلم على الجزائر او تتكلم على المغرب. يا لهوي لو الكلام اتفهم بطريقة غلط انت وسلسفيل اهلك وبلدك وكل الناس اللي حواليك هتتشتموا، لو الكلام انت مش قصده كمان اللي هو بالصلاة على النبي انت بتقول على حاجة كويسة هو فهمها ان هي غلط. يعني انا لما كنت بتكلم على قصة رياض محرز قال لك بس هذا مصري حاقد على رياض محرز، اللي هو يا بدل انا مشجع مانشستر سيتي، هذا حاقد على رياض، هذا بيكره حروس، الغوا الاشتراكات يا جزائريين. لما اتكلم على المنتخب المغربي وان المنتخب المغربي قدام ملاوي كان سيء، الناس بسم الله ما شاء الله شلفت في اللي جابوني. لا يا جماعه المنتخب المغربي كسب بالصدفه حرفيا، المنتخب المغربي لولا وجود لعيب زي اشرف حكيمي ما كانش هيكسب، المنظومه الجماعيه في البلاله واحتكار الذكر مش شغال خالص يا باشا. بس لما الفرقه خسرت قدام مصر قال لك ده الفرقه ما لهاش شكل بجد. ما انا كنت بقول لك الكلام ده في ماتش ملاوي قعدت تقول عليا بهبد وهبال وهجاص، اشمعنى لما الفرقه خسرت قلت بس يبقى الفرقه ما كانش لها شكل. لما قلنا ان منتخب مصر ماشي بالصدفه ومش هيشم البطوله الناس كانت بتزعل وكانت بتقول لك والله هذا مصري يغزل عين، لما ما خدناش البطوله الناس قالت لك والله هذا مصري كان شايف اللي فيها، بس هذا مصري سواد عنده سواد الواد ده. انا مش عايز ارضيك، انا جاي اقول لك الكلام اللي انت مش عايز تسمعه، زي مثلا الكلام عن الجزائر بعد كاس الامم الافريقيه، كنت بتكلم دايما عن ان جمال بالماضي فشل في التعامل اثناء البطوله مع اجواء وظروف البطوله. يا لهوي على كلمه فشل دي، يا لهوي
بعيد عنك سلسفين اللي جابوني حاقدين، وكان نفسكم نخسر صح، كان نفسك بعيد عنك شمعت شويه كلام اللي هو يا جماعه في ايه فرقه خسرانه من الدور الاول هطلع اقول ايه. بس الصراحه لما قعدت ادور على الناس اللي بتتكلم في المحتوى الجزائري زي حالات لقيتهم كلهم بيقولوا كلام ما عجبنيش بصراحه، اللي هو المنتخب الجزائري كان محسود اصل الارضيه اصلا، حسيت كلها حاجه كده نايتي، اللي هو مش الحاجات دي ما تنفعش انك تتكلم فيها ككوره، اللي هو ايه الارضيه سوء الاحوال الجويه لو. يا باشا انت رايح تلعب في افريقيا، انا مش جاي العبك في اوروبا هنا او جاي العبك في كامب نو، انت عارف انك هتروح تلعب في ملعب تعبانه. انما لا، لكن المحتويات كلها بدات تقلب، اللي هو يعني شقلب وقلب بجد، اللي هو تقعد تتفرج كده على الكلام كله كان ماشي ازاي على منتخب المغرب، يقول لك المغرب بتقدم عظمه، وحيد خليلزوتش بيقدم عظمه، تبص يا اخويا على العظمه دي. فانا مش عارف ابص باصين ثلاثه جوه الملعب. حتى المباراه بتاع المنتخب التونسي مع نيجيريا لما طلعت اتكلمت كنت بقول ان الموضوع قلب وروح من اللعيبه، بس القصه ما كانش فيها قصه شغل فني من على الدكه، لان انت وقفت الفرقه تدافع هجمات مرتده، اول كره بتاع لمساكني جابها جول. انها بعد كده بقى ما كانش فيه اي حاجه يا باشا بالصلاه على النبي. حتى المباراه اللي بعديها لما طلب ان هو يعمل جيم هجومي قدام بوركينا فاسو ما عرفش يعمل ماتش قدام بوركينا فاسو. والمشكله بقى في ايه؟ ان احنا دخلنا على تصفيات كاس العالم، لازم تطلع تقول ان ماتش الجزائر والكاميرون اقوى ماتش في التصفيات كلها. ليه؟ هذا المنتخب الجزائري، هم دول يابا اللي مكبرين القناه عندك، اللي هو باشا ده انا مصري وواقع مع بطل افريقيا السنغال، ينفع ازاي اطلع اقول لك ان ده اقوى ماتش موجود في التصفيات كلها؟ يبقى بالصلاه على النبي ازاي؟ طيب يعني ماتش تونس ومالي صعب لان مالي بقت عقده لتونس، ماتش المغرب والكونغو سهل لان على الورق المغرب هتخلص على كونغو بسرعه، انما تيجي انت تقول لي ان ماتش الجزائر والكاميرون صعب جدا، صعب جدا من اي اتجاه يا باشا؟ معلش ما انا عايز افهم. طيب ممكن من تاريخ مواجهات الجزائر والكاميرون الماتش صعب، انما الماتش ما فيهوش ريحه الصعوبه لو اتكلمنا ككوره. هو ممكن اللي صعب الماتش شويه هي الاجواء المشحونه اللي موجود فيها المنتخب الجزائري، بس للاسف الاجواء المشحونه اللي موجود فيها المنتخب الجزائري دول عايشين في الاجواء المشحونه دي يا باشا. بص هنا تركيبه المواطن الجزائري كده، اللي هو شايف دايما ان في مؤامرات بتعرض ليها. الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير وممكن يجيب ان لايك كتير وممكن يجيب شتيمه كتير، بس هي دي حقيقه. هو شايف ان في مؤامره دايما عليه، وشايف ان في تآمر دايما، شايف ان الكوكب كله ده بيتآمر عليه. بس الصراحه جبت الحق، هي قصه التآمر دي مش بعيده شويه، لان هي فعلا حصلت في كاس العالم قبل كده ضد الجزائر، وفعلا بالنسبه لنا اللي بيحصل في موضوع ماتش الكاميرون ده هي مؤامره، بس لما تقعد تستهلك الكلمه كتير قوي حتى لما يحصل ضدك مؤامره حقيقيه الناس مش هتصدقك، وهي دي المشكله. عامل زي الطفل اللي كان بيهزر ويقول انا بغرق انا بغرق، اول مره وتاني مره الناس حاولوا ينقذوه، انما تالت مره لما كان بيغرق بجد الناس ما صدقوش. فالكلام الكتير على المؤامرات بيحسسك ان اللي هو يا جماعه مفيش حد بيتعامل عليه غير الجزائر هنا موجوده عندنا، بس لو بصيت هتلاقي فعلا في شويه مؤامرات كده صغنطوطه بتحصل، بس كل حاجه بنتكلم عليها مؤامره تبقى مؤامره ما اعتقدش خالص. فالكلام هنا يا باشا مش هيعجب سعادتك، يعني الكلام هنا في القناه دي مش هيعجب سعادتك، واللي بيتكلم قدام حضرتك ده في ماتشات هيعجبك كلامه وماتشات تانية هتختلف معاه، فلو انت متقبل الاختلاف اهلا وسهلا بيك، مش متقبل الاختلاف يا باشا نحترم نفسنا من اول دلوقتي ونعمل اللايك وانسبسكرايب علشان نريح نفسنا، لان انا يا باشا زي ما قلت لك انا راجل نحس مش عامل حسابي ان انا اكسب من المنصه دي او ان القناه دي تكبر، الحمد لله احنا راضيين بيها زي ما هي، ولا هفتح لي فروع تانية لان انا مش جاد يا باشا، احنا هنا شغالين في القناه دي وخلاص. وهفضل برضه اعمل فيديوهات، انا عارف ان هي مش هتجيب مشاهدات، هفضل اتكلم على تشيلسي لو زياش لعب او ما لعبش، هتكلم على سيتي لو رياض لعب او ما لعبش، هتكلم على توتنهام وديسبير حتى لو ما فيش ولا واحد هنا في القناه بيعمل متابعات لتوتنهام، هتكلم على ارسنال في الماتشات اللي متاح لنا نتفرج عليها، مش هتكلم على ليفربول رغم ان عندهم مو صلاح ولادنا ورغم ان التطبيق لليفربول بيجيب مشاهدات، بس انا مش هتكلم على ليفربول لان دي قناتي واقول فيها اللي انا عايزه عزيزي. وفي ساعات كده تلاقيني بتفرج على ماتشات الترجي لان انا بحب الترجي بصراحه، انا بحب الترجي من ايام زمان بصراحه بقى، بس اكتر حاجه بكرهها في الترجي قصه الهدف الثالث اللي هم سجلوه فينا وضرب بدري فضلت مش من ايماني سنه، فقصه بالنسبه للترجي والحاجات دي نقعد نتكلم شويه، هنتكلم كتير. بس انت لو انت عايز تشترك يعني مش عايز تشترك بقى براحتك، اعمل لك ايه؟ لو شايف ان الفيديو طويل ملوش اي لازمه فعزيزي انا بتكلم في محتوى كره قدم، يعني بالنسبه لاي حد عميق مش هيبقى ليه اي 60 لازمه، بس انا بتكلم على ان انت لو عايز تكمل معانا في القناه هي دي السيستم وهي دي التيمه بتاع القناه بتاعتنا، اما لو مش عاجبك فبقى براحتك بقى ما تكملش.